السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونوا جميعا بخير. ابتدي كلامي بذكر الله حبيبي يا الله، والصلاة والسلام على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده ان شاء الله معانا خبرين، الاتنين اجمل من بعض بكتير. انا من وجهة نظري الخبر الاول قبل ان الفنانة دلال عبد العزيز انها يعني ان شاء الله هتطلع بالسلامة من المستشفى في خلال ال 24 ساعة اللي جايين دول، الخبر الاجمل خاتمة يعني الفنان سمير غانم. طبعا انا لسه دلوقتي عارفه طبعا من زمايلي، يعني بحاول ان انا اتاكد كده. انا يا جماعه بحب الفنان سمير غانم، سبحان الله ما اعرفش ليه، انسان طيب، انسان فيه حاجه كده، يعني تحس ان هو حاجه كده، لا في حاجه لله. يعني هتقولوا لي دي مراته كان بيرقصها على المسرح و ان الله غفور رحيم، ان الله يغفر الذنوب جميعا سبحانه وتعالى، انه هو الغفور الرحيم. قال تعالى يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء، سبحان الله. ممكن انسان يا جماعه من كتر ما هو طيب ربنا يختم له بخاتمه طيبه، الى درجه ان ممكن مثلا تعذب في موته حاجه فربنا يغفر له اللي فات من عمره. ممكن يكون بيعمل اعمال صالحه. اكتشفنا ايه بقى؟ يعني اللي كانوا مقربين قريبين من المستشفى وبيحكوا، زميلي حكى يعني اليوتيوبر، بيقول ان اتجمعت ناس كتيره جدا جدا من القرى اللي كان بيصرف عليهم الفنان سمير غانم. كان بيصرف على لو في ناس فقراء في البلد، لو في ناس عايزه تشتغل يساعدهم، كان بيصرف على بيوت وبيبعت لها مرتبات. يا جماعه انتوا عارفين ان اعظم شيء اكثر من الجهاد في سبيل الله وجاهدوا باموالكم سبحان الله وانفسكم. يعني الجهاد عند ربنا سبحانه وتعالى اعظم بالعطاء. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ريح المرسلة في العطاء. مش عايزين نبعد عن الموضوع، بس الفنان سمير غانم وهو في حالة غيبوبة شديدة قبل ما يموت، يعني ما فيش حاجة بسيطة، فتح عينيه وبقى يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، زي ما قالوا أكتر من 40 مرة سبحان الله وتعالى. يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. الراجل ده كان طيب يا جماعه، انتوا كلكم بتشهدوا له ان عمره ما نادى وماله لما تبقى في علاقه قبل الجواز، وماله ما اعرفش ايه. انا بحتقر الحجاب، لكن انا سمعته بنفسي لما قالوا له يعني على موضوع الحجاب لبناتك وانت يعني مش عايزهم يتحجبوا، قال لهم انا مش بفرض عليهم، هم لو عايزين حاجه زي كده ما فيش مشكله. وطبعا لما قال من كام سنه، من سنين طويله جدا، ان طب لو اتحجبت دلال عبد العزيز، قال انا اشوف بقى عروسه تانية وكده، ضحك يعني كلمه بسيطه ما تاخدوهاش عليه، لان هو كان بيحب يعمل معاه اعمال فنيه وربنا سبحانه وتعالى غفور رحيم. ولو تلاحظوا ان الست معاها سبحة على طول ماسكاها، فالاعمال في القلب وربنا هو اللي بيحدد مين احسن من التاني. عشان ما نبعدش، بس طبعا يعني الخبر الثاني الجميل ان الفنانه يعني دلال عبد العزيز هتطلع بالسلامه من المستشفى ان شاء الله في خلال ال 24 ساعه اللي جايين، وده خبر مفرح جدا. يا رب يخليها لبناتها، وطبعا بناتها شايلين هم ازاي هنقول لماما وفاه والدهم وكده. الفنانه ايمي كانت كاتبه على باب الغرفه في المستشفى عند مامتها، بالله عليكم المريضه ما تعرفش ان وفاه الفنان سمير غانم، ما شاء الله عليهم بارين بوالدتهم ووالدهم كان. وطبعا اتفقوا لما ترجع البيت هيقولوا لها يا ماما ده هو يعني في المستشفى وممنوع عنه الزياره، وهيحاولوا طبعا ان هم يخرجوها من اللي هي فيه، لان طبعا يا دوبك حالتها ابتدت تستقر، والفتره اللي فاتت كلها كانت نسبه الاكسجين ضعيفه جدا في جسمها. فخبر مفرح جدا، وحمد لله على سلامتها، ويا رب اللي جاي من عمرك يا رب يا دلالي عبد العزيز يبقى اجمل من اللي فات كله. محدش عارف فين الخير، ويعني ويمكن اللي جاي يكون اجمل من اللي فات. وحمد لله على السلامه، والحمد لله رب العالمين. يا رب ما فيش حد يشوف في حبيبه اي شيء شر، وربنا يسعد الناس كلها ويكفيهم شر المرض ما ظهر منه وما بطن. رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا ان احنا لما نشوف انسان في حاله مرض شديده، اي مرض، او انسان ابسط حاجه يا جماعه اللي هو بيبقى مثلا عياذا بالله المجنون بيبقى في الشارع، رسول الله قال وعلمنا ان انت لو مش عايز المرض ده يصيبك، في دعاء رائع ان احنا بنقوله. بنقول ايه بقى؟ بنقول الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاك به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا. سبحان الله، اجمل دعاء في الدنيا بنهي بيه
يعني الفيديو ده. بحبكم في الليل، لا تنسوا ذكر الله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.